التاريخ الاستشراقي إلى غير ذلك. أعزائي، إذن إذا تريد تأرخ أنت لهذه المرحلة بكرة لا تنسى، ها ها، مو بس تكتب لي شنو الحقائق والوقائع، وإنما يجب عليك أن تدخل فيها شنو، ها، مجموعة الأساطير والخرافات والأوهام والسراب الذي يحسبه شنو العربي. لا، لأنه لا، أصلا هو المنهج التاريخي الصحيح مو هذا، أنه أن تكتب الحقائق، مو أن تكتب شنو، هذا مو حقائق، هذا أوهام. الجواب أنت تقول، أقول هذه من قرأت لك إياها من أرجون صارت شنو محركات. هو يعتقد أن الذي يحرك التاريخ هي شنو الحقائق التاريخية، بلي وواقعنا هكذا. أنت الآن من سؤال، أنت الآن من تجي تقرأ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وشوف هذول الأصحاب في ربع قرن مولانا استطاعوا أن يسيطروا على نصف الكرة الأرضية، تقرأها حقائق لو تقرأها مجموعة أوهام وسرابات؟ مع أنه لا، لأن العربي في ذلك الزمان كان أمنيته عندما كان تابعا لو للإمبراطورية الفارسية لو للإمبراطورية الرومانية، الآن حلمه كان أن شنو، هذا كان يحركه. نعم، البعد الديني يم إجا شنو، انطاز زخم سواه قوة ما بعدها قوة. ولهذا شفت بأنه كانت هذه الجموع تندفع مولانا، للروم يقفون أمامهم، للفرس يقفون. إيه هاي القوة منين إجتي؟ أنت كلها تفسرها تفسيرا شنو، إيمانيا حقائقيا واقعيا، مع أنه هو شكل، ها. ولكن الآن اقرأ لي في التاريخ يقول بين وبين الله أحلام الجاهليين قبل ذلك كان إلى شنو، أكو أحد يقول هذا؟ وهذا هو المنهج المتعارف في التاريخ، أنه ينظر إلى شنو. أحسن، ولهذا تقول سووا المعاجز، وما هي المعاجز هذه؟ مو منشأها شنو، ليست منشأها فقط الحقائق. وأنت شوف على مر التاريخ بيني وبين الله، عندما تنظر، انظر عندما تنظر. ودهنا أنا بس الوقت انتهى، بس أعنول لك يا إذا صار وقت أطرحها الأسبوع القادم، إذا ما صار هالشبات. وهو الآن تفهم لماذا أنه بني أمية في صراعهم مع الخط الهاشمي ومع الخط العلوي من انتصر تاريخيا الأموي؟ ليش؟ لا 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 لا، لأنه كان مجموعة الأوهام التي يدفعونها، وأمير المؤمنين كان ناوي هذن الأوهام والسرابات وغير الواقعيات يقبلها إلى يحاربها مولانا، يريد يحاربها. والناس كل ثقافتهم شنو؟ تلك التي كان. ولهذا بني أمية مولانا شنو، ولهذا من صارت المعركة قال بيني وبين الله أمير المؤمنين في خطبة قال عندي استعداد أن أبادل كل 10 منكم شنو بواحد من جيش بني أمية. لماذا؟ لأنه ذاك كان مطيع مسلم، أحسن، تسليما مطلق، صح غلط، عنده شغل ما عنده شغل، مو عنده شغل. التفتوا لي أعزائي، إذن مو بالضرورة الذي يحرك هذه الكتلة البشرية مجموعة شنو، مجموعة حقائق إيمانية واقعية. أبدا أبدا، اللي يحركها هذا مع إضافة شنو، ها، عوامل أخرى مؤثرة تأثيرا، إن لم يكن أقوى من الأول فليس أقل شنو قوة من الأول.